دلوقتي هنروح مع حضراتكم في جولة لكاميرا إكسترا نيوز، جولة خاصة بنقوم بها من مركز أورام دار السلام في القاهرة لمتابعة الخدمات الطبية اللي بيتم تقديمها للمواطنين، استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، مع زميلي اللي بينضم إلي عبر كاميرا إكسترا نيوز الزميل إبراهيم عزت. صباح الخير عليك يا إبراهيم، ويومك سعيد إن شاء الله بإذن الله. كالعادة احنا منتظرين منك جولة متنوعة تقولنا أبرز ما يحدث، إزاي بيتم استئناف مرة أخرى مبادرة رئيس الجمهورية، إزاي بيتم استقبال أصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا كمان الرعاية الصحية المقدمة للمرأة. صباح الخير عليك يا إبراهيم مرة تانية، ونبدأ معاك الجولة. صباح الخير عليك يا أسماء، بصبح عليك وبصبح على مشاهديك الكرام في هذا الصباح. النهاردة إحنا موجودين معاكم في مركز أورام دار السلام علشان ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وفي جولة خاصة جدا لهذا الصباح من داخل إحدى عربات المبادرة الرئاسية الخاصة لدعم وسلامة صحة المرأة المصرية. المبادرة أسماء كما تعلمي اللي انطلقت في شهر 7 اللي فات من عام 2019، تحديدا 1/7/2019، للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، المرض اللي كان بيهدد عدد كبير من سيدات مصر، والدولة التفتت للسيدات، ومرارا وتكرارا يؤكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الدعم للسيدة المصرية. فالنهاردة إحنا موجودين بنتكلم بعد مرور سنة من هذه المبادرة، ويمكن كان لينا جولات أيضا مع انطلاق هذه المبادرة، ولكن تسمحي لي بداية أن أرحب بضيفتي العزيزة التي ستنضم معنا الآن على الهواء مباشرة، دكتور سارة زيتون، وهي أخصائية الجراحة، جراحة الثدي بالطبع في هذه المبادرة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتونا. إحنا خلينا نتكلم تقريبا على هذه المبادرة هنا في دار السلام، استقبلتوا تقريبا أعداد قد إيه يا دكتور؟ والحالة اللي بتيجي هنا، الخدمة اللي حضراتكم بتقدموها بتبقى عبارة عن إيه؟ احنا بدأنا من شهر 7 زي ما انت قلت، بقالنا سنة تقريبا، لحد دلوقتي استقبلنا عدينا ل 6000 حالة، كل الاستقبالات اللي تشخص منهم ما يقرب من 10%، دول اللي ثبت فعلا ان هم عندهم سرطان للثدي، دخلوا في المراحل التشخيصية كاملة، تعرضوا على حاجة اسمها اللجنة الطبية او المالتي ديسيبلينري تيم، ديت بنقدر بيبقى فيها كل التخصصات اللي بتعالج سرطان الثدي، بناخد القرار الصح لكل حالة كيس باي كيس، بيتعالج حالة بحالة، يتخذ فيها القرار الصح سواء الجراحة الأول أو الكيماوي الأول، وتبدأ العلاج بتاعها وتخلصه. إحنا دلوقتي بعدينا سنة، في ناس عدت تقريبا تلتين المراحل العلاجية بتاعتنا، وقربنا إن شاء الله نقول إن هم خلاص ربنا أتم عليهم الشفاء إن شاء الله. عملنا الجراحات ما توقفتش طول الفترة اللي فاتت، ولا الجراحات ولا العلاج الكيماوي حتى أثناء جائحة الكورونا، استمرينا في علاج الحالات اللي متشخصة، عملنا ما يقرب من 40 حالة جراحية، نفس العدد في الحالات العلاج الكيماوي. كمان شغالين، كان في نقطة مهمة جدا يا دكتور كنا بندردش كده قبل ما نطلع على هوا، حضرتك قلت لي في إعادة البناء كمان، مش بس بيتم تشخيص وعلاج الحالات اللي بيثبت إصابتها بسرطان الثدي، ماذا عن إعادة البناء وهذا المفهوم يعني اللي حضرتك قلته لنا؟ للأسف في كاتيجوري أو في نسبة كبيرة حالات صغيرة في السن العشرينات والثلاثينات، وللأسف بيبقى المرض اللي عندهم يستدعي استئصال الثدي كاملا، وطبعا دي بنات في مقتبل العمر، ما ينفعش أقول إن احنا نعمل استئصال الثدي وخلاص. بنقدم لهم جراحات إعادة البناء بكافة أنواعها، الحمد لله عملنا عدد لا بأس به في مدار السنة اللي فاتت من جميع الأنواع، الحفاظ على الحلمة والحفاظ على الجلد ووضع السيليكون وجهاز الممدد، والحمد لله النتائج بتاعتها كويسة جدا، الحالة بتبقى نفسيا مرتاحة وتقدر تكمل حياتها، ويبقى عندها القوة والعزيمة انها تعدي الفترة العلاجية ديت لما بنقدم لها الاوبشن او الخيار بتاع اعادة البناء. يمكن اخيرا سؤال لحضرتك قبل ما نتجول بقى معاكم مشاهدينا الكرام داخل السيارة، كل هذه الخدمات بالمجان صحيح؟ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة وارشادات وزيرة الصحة معالي الوزيرة دكتورة هالة، كل ده فري الحمد لله.
بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا يا دكتور. اذا مشاهدينا الكرام دلوقتي هندخل ونتجول مع حضراتكم على الهواء مباشره من داخل احدى السيارات لرصد مع حضراتكم الصوره من داخل يعني هذه العربه تحديدا، ويمكن الكاميرا تنتقل ربما في بعض الحالات التي جاءت لتلقي العلاج والاستفاده من هذه المبادره الرئاسيه. ويخلينا ايضا يعني سريعا نتكلم مع احدى الحالات. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك. الله يسلمك. ممكن تطمنينا على صحتك في البدايه؟ انا اكتشفت السرطان الثدي من خلال المبادره، وجيت هنا حولوني على مركز اورام دار السلام، وخدت عملت الحمد لله العمليه وبكمل العلاج. يعني ربنا ان شاء الله يتمم الشفاء على خير، ونقول لك الف حمد لله على السلامه. ازاي حضرتك بتشوفي المبادره، خصوصا انك بتقولي لي اكتشفتي من خلال المبادره؟ يعني هل كان سبق وحضرتك كنت كاشفه قبل المبادره، ولا لما سمعتي عن المبادره التفت نظرك؟ يعني انا كشفت قبل المبادره وتشخصت غلط مرتين، بس لما تحولت في المبادره وحولوني هنا عملت السونار هنا واكتشفوا ان انا فعلا عندي ورم. طب والخدمه المقدمه من خلال الفتره اللي فاتت حضرتك شفتيها ازاي او بتقيميها ازاي؟ لا والله العظيم يعني حاجه، انا يعني المبادره دي خلت ستات كتير تاخد بالها ان هي عندها حاجه ما كانتش هتقدر ان هي تعالجها او مش هتعرف ان هي عندها، لكن من خلال المبادره في ناس كتير اكتشفت ان هي عندها ورم في الثدي، وابتدوا يوجهوهم في الأماكن الصح، اللي محتاج عملية بيعملها، اللي محتاج علاج بس بيتعالج. وفي ناس على فكرة تحولت وجت وما لقوش عندهم حاجة يعني. أيوة بس الحمد لله، يعني احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق. بس أنا عايز أعرف دفعتي كام بقى في الموضوع ده كله؟ والله العظيم انا ما دفعتش حاجه خالص. عشان بس يمكن لما بنتكلم من وقت للتاني ان المبادرات الرئاسيه يمكن بنتكلم على 100 مليون صحه او مبادره صحه المراه بالمجان، فربما البعض يقول لك مفيش حاجه بالمجان. فحضرتك يعني الخدمه ديت تلقيتيها وتم علاجك، ف بامانه والله اتفضلي يا اسماء. يعني اولا ارجوك تبلغها تحياتي وتقول لها الحمد لله على السلامه، وبشكرها طبعا على وجودها معاك، ولكن يعني انا هطمع انها تقدم بقى رساله او انها تقول نصيحه للستات من خلال المبادره اللي، نعم صحيح، اللي موجوده الان امام سيدات مصر كلهم، ان هم ما يتاخروش، وانه لو لا قدر الله لا قدر الله في اي مرض او في اي ورم، ودي رساله هامه جدا، ان هم يقدروا يلحقوا نفسهم بسرعه الحمد لله وبيتعالجوا. فاستاذنك بس هي توجه رسالتها ازاي لسيدات مصر فيما يتعلق بهذا المرض تحديدا. صحيح، يمكن زميلتنا اسماء مصطفى في البرنامج بتدعي لحضرتك وبتتمنى لك كل الشفاء بالتاكيد، وعايزين رساله لحضرتك بتطلبها منك توجهيها لكل سيدات مصر لاكتشاف هذا الموضوع. ويمكن البعض اللي ما اهتمش او اللي ما عرفش بالمبادره، فتحب تقولي له ايه من خلال تجربتك للعلاج وللكشف ويروح للاماكن الموجوده فيها؟ احب اقول لهم ان صحتها طبعا صحه اي ست اهم حاجه، فلازم تروح وتكشف، علشان معظمنا ما كانش عارف ان عنده المرض ده على فكره. لازم تروح وتنزل وما تستهونش وتدور على العلاج الصح والمكان الصح زي ما بيوجهوها تروح. بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك ان شاء الله كل الشفاء. اذا مشاهدينا الكرام سنستعرض مع حضراتكم الامكانيات كمان يا اسماء من داخل هذه السياره الخاصه بالمبادره الرئاسيه لدعم صحه المراه، وعلى الهواء مباشره ايضا سنرى جميعا وهنشوف الصوره من قلب هذه العربه لو الكاميرا ستستعرض يعني هذه اللقطات. واثناء استعراض الكاميرا لهذه اللقطات سنتحدث مع الدكتورة راغدة خالد، وهي منسق الحملة هنا في مركز دار السلام الأورام. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. الأجهزة والإمكانيات اللي بيتم دعم حضراتكم بيها من خلال وزارة الصحة بالتأكيد، إلى أين وصلت وإزاي بتساعد حضراتكم في الكشف الأمثل والأفضل للمصابات؟ طبعا بداية السيدة لما بتتوجه من الوحدة الصحية اللي هو الكشف الأولي عند الشك فيها، فبتتحول عندي هنا في المكان، بتدخل العيادة بيتم الكشف عليها من أخصائي الجراحة المتخصص،
اذا احتاج بيتم توجيهها للعربيه او السياره المجهزه بجميع الاجهزه من ماموجرام والسونار. السيدة تحت 35 سنة بيتم عمل لها سونار، وفوق ال 35 سنة بيتم عمل الماموجرام والسونار. بيبقى موجود طبعا طبيبة أشعة، وفي فنيات طبعا متدربين على أعلى تدريب لاستخدام الأجهزة، وبيتم كتابة تقرير مفصل عن الحالة، خصوصا طبعا الحالة اللي طبيب الأشعة بيكون عنده أي شك في الحالة. شكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، وبنتمنى لكم التوفيق. معلش ابراهيم استاذنك، انا اساسا يعني زميلي ابراهيم عارف انا بحب استغل وجودك معانا، لان انا عارفه انك بتحب التفاصيل، واحنا حابين من خلالك ننقل للساده المشاهدين كل شيء. يعني يا ريت بس ارجوك تعود لضيفتك الكريمه مره اخرى ونسالها سؤال هام جدا ربما يكون مطروح امام الجميع. ايه ابرز عارض لو شعرت بيه المراه او الفتاه عليها انها تتوجه فورا للكشف؟ يعني احنا سمعنا امور كتيره، ولكن ايه اهمها؟ صحيح، ويمكن ختمنا كده بسرعه ربما لابلاغنا يعني لضيق الوقت. دكتور بعود لحضرتك سؤال. مجددا بالتأكيد مبادرة هامة محتاجين كل السيدات يعني بتستفاد منها. حاجة إرشادية، أبرز الأعراض ربما لو شعرت بها أي سيدة في البيت بتتفرج علينا دلوقتي في هذا التوقيت، أبرز هذه الأعراض تقريبا بتكون عبارة عن إيه؟ هو المفروض أو الصحيح أن كل سيدة فوق سن ال 35 يتم دوريا أنها تطمن على نفسها بعيدا عن أنها تشعر بأعراض أو من غير أي أعراض. فأي سيدة المفروض، وده هو الأساس بتاع المبادرة، إن إحنا كل سيدة تطمن على نفسها، لأن كمان السيدة كمان لما بتدخل الوحدة الصحية مش بس بنطمن في قصة سرطان الثدي، لا كمان بتقيس الضغط والوزن والسكر، فبيبقى تشيك أب كامل، أو السيدة بتطمن على نفسها على صحتها كاملة. فأنا بناشد كل سيدة مش بس تشعر بأعراض، اي سيده في مصر لازم تطمن على نفسها من جميع الامراض، لان زي ما بقول حضرتك هي ضغط وسكر ووزن. صحيح، شكرا يا دكتور. ويمكن اتكلمنا وقلنا ان هي بالمجان، مبادره بالمجان متواجده في عدد من المحافظات، اي حد بيتفرج علينا وهيلجا لهذه بأعراض المبادره أو جاهز بدون معاه ايه وهو أعراض جاي. يا ابراهيم يعني دي رساله هامه جدا، باعراض او بدون، دي رسالة هامة جدا، بأعراض أو بدون أعراض. بكل أسف كنت نفسي أكون معاك أكتر من كده يا إبراهيم وناخد جولة أطول، ولكن الوقت مش بإيدينا. بشكر زميلي إبراهيم عزت اللي كان متواجد معانا من مركز الأورام بدار السلام، بشكرك على هذه المعلومات، وبتمنى كمان أنه جموع المصريين ياخدوا بالنصايح الموجودة، سواء عندك أعراض ما عندكش أعراض، دي مبادرة من رئيس الدولة، روح اطمن على صحتك. كل الشكر يا إبراهيم مرة تانية بجد والله، يعني الله عليك يا ريس، لأنه المبادرات دي انه الستات لا تتخيلوا قد ايه عدد السيدات اللي تم اكتشافهم في هذه المبادره اللي كان عندهم اورام ثدي وما يعرفوش، وان هم ياخدوا خدمه مميزه وكمان بالمجان. تحيه مصر والله، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاحد القادم. الوقت معاكم خلص بسرعه، واسبوعي مع حضراتكم هنا انتهى، ولكن هذا الصباح مستمر على مدار الاسبوع، وايضا وجود حضراتكم معانا على شاشه اكسترا نيوز. اشوفكم يوم الاحد القادم باذن الله على خير، وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي لحضراتكم، اسماء مصطفى.